السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن الدايت النباتي. يعني إيه؟ يعني الإنسان أو الشخص ده ماشي على نظام أكل نباتي فقط، ما بيأكلش أي حاجة حيوانية، يعني ولا لحمة ولا سمك ولا بيض ولا لبن ولا أي حاجة من الحاجات دي. يعني مصدر الغذاء بتاعه نباتي ومفيش خالص اي مصدر حيواني. هو الانسان الطبيعي المفروض ان هو بياكل كل حاجه، بياكل من الحيوان مصدر حيواني وبياكل من مصدر نباتي، بياكل كل مجموعات الغذاء، النشويات، البروتينات، الدهون، الخضروات، الفواكه بنسب معتدله. طبعا لو بقى الانسان حب يمشي على حاجه معينه ويغير، ده هيبقى حاجة ايه بقى خاصة بيه، مش ده المتعارف عليه. طيب احنا دلوقتي لو افترضنا ان الشخص ده هياكل من مصدر نباتي، هيعيش على غذاء من مصدر نباتي فقط، اول حاجة هنتكلم عنها البروتين. طيب احنا عندنا في بروتين نباتي وبروتين حيواني، هنقول الفرق بين الاتنين. البروتين الحيواني اللي هو جاي من اللحوم والألبان والأسماك والكلام ده، ده بيبقى كفاءته عالية، موجود في كل الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. يعني إيه أحماض أمينية ضرورية؟ يعني اللي هي الجسم ما يقدرش يصنعها، يعني البروتين الوحدة بتاعته الأحماض الأمينية، في منها ضرورية وفي منها مش ضرورية اللي هو ممكن الجسم يصنع. طيب البروتين النباتي كفاءته أقل، بيبقى فيه الأحماض الأمينية الضرورية بس مش كلها، يعني لازم يكون في حمض أميني معين ناقص. برضو البروتين الحيواني الامتصاص بتاعه أسهل، الهضم بتاعه أسهل، والناس اللي عندها مشاكل في القولون متقدرش تمشي على البقوليات والبروتين النباتي فترات طويلة. الحديد الحيواني اللي هو موجود في اللحوم والكبدة والحاجات دي بيبقى امتصاصه عالي جدا، ولكن احنا الحديد اللي موجود في المصدر النباتي اللي هي الخضروات والأوراق الخضراء والحاجات دي والبقوليات والكلام ده، كل الحاجات دي فيها حديد ايوة، ولكن امتصاص الحديد النباتي بيبقى قليل جدا عن الحديد الحيواني. كمان الحديد الحيواني بيتأثر ما بيتأثرش بأي حاجة، الحديد النباتي ممكن يتأثر بكافيين، أوكزاليت، أي حاجة موجودة في الأكل، فايتك أسيد، أي حاجة من الحاجات دي ممكن تأثر على الحديد، امتصاص الحديد النباتي. لو بصينا برضو للأسماك هنلاقيها فيها نسبة عالية من الأوميجا 3، والامتصاص بتاعها بيبقى سهل والجسم بيستفيد منها كويس. الإنسان اللي هو عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن لو هو عاش فترات طويلة على النباتات الخضروات بس والفواكه برضو ممكن يتعب. لو في اي مشكلة في الجهاز الهضمي هتبقى الحاجات اللي فيها الياف لو كتر منها هتبقى متعبة. برضو البقوليات فيها الياف، الحبوب الكاملة كلها فيها الياف، فلو هو الانسان عايش على كل حاجة فيها الياف ممكن ما يقدرش يستحمل. كمان عندنا فيتامين بي 12، ده بيبقى موجود في المصادر الحيوانية فقط لا غير، ان مفيش اي حاجة نباتية فيها فيتامين بي 12، فبالتالي اللي هيمشي على النظام النباتي لازم ياخد مكمل غذائي او لازم ياخد حقن او ياخد فيتامين بي 12 خارجي، عشان هيحصل نقص فيتامين بي 12. طبعا نقص فيتامين بي 12 بيعمل التهاب في الاعصاب، ودي حاجة طبعا مش حلوة، بتعمل مشاكل كتير. فهو الانسان اللي بيختار حاجة واحدة يمشي عليها لازم ياخد باله ان في حاجات كتير هتنقص معاه، لازم يبقى فيه مكملات غذائية. يعني احنا لو اتبعنا نظام غذائي متوازن، كلنا الاكل الطبيعي بتاعنا من المصادر الحيوانية والمصادر النباتية، اكلنا اكل متنوع، خدنا كل عناصر الغذاء، البروتينات، النشويات، الدهون، الخضروات والفواكه، ده افضل كتير. لازم نشرب مية كتير، شرب المية مهم جدا، بيساعد على نضارة البشرة، بينظف الكلى من الاملاح والسموم اللي فيها، بيخرجها بسهولة، بيبقى مهم جدا علشان التمثيل الغذائي، بيزود الحرق. كمان لازم ننام ساعات
كافية من 6 لـ 8 ساعات علشان نقدر نزود الحرق بتاعنا، عشان صحتنا تبقى كويسة. لازم نعمل رياضة، الرياضة مهمة جدا عشان الدورة الدموية وعشان الحرق وعلشان هي بتحسن المزاج. في حاجة كمان عايزين نقولها بالنسبة للدهون، في دهون عندنا ضارة وفي دهون مفيدة. هي الدهون الضارة هي اللي جاية من السمنة النباتي والزيوت النباتية المهدرجة، الحاجات دي كلها خطيرة جدا وبتسبب مشاكل وبتسبب مش... بتجيب بتتسبب في أمراض القلب والشرايين وبتعلي الكوليسترول والدهون الثلاثية وبتعمل مشاكل كتير جدا. الدهون بقى المفيدة اللي هي الدهون الغير مشبعة زي اللي موجودة في زيت الزيتون. يعني لو احنا اتبعنا نظام غذائي متوازن، اكلنا كل عناصر الغذاء، البروتين، النشويات، الدهون، الخضروات، الفواكه، ده هيبقى افضل كتير. لازم ناخد حاجات فيها الياف ولكن ما نكترش قوي. لو اي حد عنده مشاكل في القولون يقلل شوية في الالياف. لازم نشرب مية كفاية، حوالي 2 أو 3 لتر مية في اليوم. المية بتساعد في عمليات التمثيل الغذائي، بتساعد على نضارة البشرة، طبعا بتنظف الكلى من الأملاح والسموم اللي فيها، بتخرجها، بتساعد على خروجها. كمان لازم ننام كويس من 6 لـ 8 ساعات، لأن النوم بساعات كافية بيساعد على زيادة الحرق. والناس اللي بتنام أقل من 6 ساعات الحرق بتاعها بيبقى قليل، والناس برضو اللي بتنام أكتر من 8 ساعات حرقها بيبقى ضعيف. مهم قوي إن احنا نبعد عن التوتر. التوتر بيزود افراز هرمون الكورتيزول، وده الهرمون ده بيخزن ميه ويورم الجسم وبيقلل الحرق فبيزيد الوزن. نحاول بقى نبعد عن الاكل من بره، الاكل التكاوي، الحاجات اللي فيها السعرات الحراريه الكتير والزيوت المهدرجه، علشان ما نزودش وزننا وعشان نحافظ على صحتنا. الاكل الصح بيحمي الجسم من امراض كتير. برضو نحاول ان احنا ما ناخدش ملح كتير في الاكل، والصوديوم، الصوديوم اللي هو بيزود الضغط ده مش موجود في الملح بس، ده موجود في المعلبات وموجود في حاجات كتير موجود فيها صوديوم، فاحنا نخلي بالنا علشان نحافظ على ضغطنا. في النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.